الله 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 سبحان الله 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 الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. صدق الله العلي العظيم. وصلنا في الليلة الماضية إلى الآية رقم 15 من سورة النحل، هذه السورة المكية المدنية، أكثرها مكية وبعضها مدنية على الظاهر. في هذه السورة كما أشرنا الله سبحانه وتعالى يعدد النعم، حتى بهذا الأسلوب القرآني الفريد نصل إلى معرفة الله سبحانه وتعالى. هذا الأسلوب الفريد الذي أشرنا إليه يختلف عن الأساليب الفلسفية والعرفانية والعقلية المحضة، وفيها استدلال أيضا عقلي، استدلال هادئ بسيط يفهمه الجميع من تلك النعم التي يعددها الله سبحانه وتعالى. الرواسي جمع الراسية، الراسية تطلق على المسمار أيضا التي ترسو في الخشب مثلا، تطلق على العمود الذي يحفر له في البناية ويجعل كأنه يحفر هناك ترسو هناك. السفينة الراسية يعني التي تأتي إلى جانب الشاطئ وما أشبه. الرواسي يعني الجبال. الجبال هكذا خلقها الله سبحانه وتعالى، كأنها تحفظ حركة الأرض حول نفسها. احنا قاعدين هنا مرتاحين، وحتى أنه واحد ممكن أن ينام فوق شجرة مثلا ومرتاح، أو يجلس فوق شجرة ولا يهتز ولا يقع، وفي نفس الوقت نعلم أن هذه الكرة الأرضية تدور حول نفسها كما ثبت، وهناك إشارات في القرآن إليها، وتدور حول الشمس أيضا. في بحث مطول قرأناها وقرأتموها في الثانوية وفي الجامعة وما أشبه. طيب هاي الكرة الأرضية صحيح هي كبيرة من حس بيها، ولكن بالنتيجة حركة. يمكن آلاف، أنا ما حافظ لأن كنت حافظ وناسي، يمكن أنتوا أحفظ مني، أنه آلاف الكيلومترات سرعتها يعني، أو مئات الكيلومترات في الساعة.
طيب هذه شلون يعني تبقى هكذا هذه الكرة الأرضية؟ وعادة عندما الكرة الأرضية تدور حول نفسها تهب رياح كما نرى، كأن هذه الجبال التي خلقها الله سبحانه وتعالى، بس انت تصور الكرة الأرضية هالقدها، هاي الكرة اللي نخليها بالمختبرات شايفيها، إذا خلينا بها مسامير وهذه المسامير كانت بشكل أنه تقف أمام هبوب الرياح فتعادل الحركة الشديدة التي لهذه الكرة. هكذا يبين العلماء في كتب التفسير وفي كتب العلوم أيضا أن هذه الجبال لو لم تكن لكان هناك اضطراب دائم في الكرة الأرضية. هذه رواسي أن تميد بكم، شوفوا الآية، وألقى، كأنه الأرض ما كانت هكذا، الأرض كانت مسطحة، بعدين الله خلق الجبال من نفس التربة الأرضية، هسه في يمكن في ملايين السنوات ما يخالف، ألقى فيها رواسي، ألقى في الأرض رواسي، جمع راسية، جبال، أن تميد بكم. أن تميد بكم يعني شنو؟ الميد يعني الإعوجاج. واحد عندما يمشي يمشي عدل، إذا شوية، أنا قبل فترة الله يشفي جميع المرضى في المؤسسة كنت قاعد، يمكن ما أدري أبو علي كان أو لا، في المرة وقعت أنا بعد الصلاة، جابوا أمبولانس ما يشلون وإسعاف، تبين بعد المراجعة للأطباء هذا المي اللي شو نسميه، السائل الموجود هنا في الأذن قريب الأذن، إلا في اسم علمي ناسي أنا، هذا المي القطرة الموجودة هنا وهنا هذه تعادل حركات البدن. الله أكبر، لأن الإنسان يمشي على رجلين بعد ويقف على رجلين، بعدين يركع، بعدين ينحني من هنا، يعدل نفسه من هناك، شايفين هذول الجيمناستيك على الحبل يمشون، شلون يوقف هذا يعني؟ هذه القطرتين، هاتان القطرتان من المياه تعدل حركة البدن أصلا. إذا شوي اختلال يصير في هاتين القطرتين شو يصير؟ الإنسان يوقع. وبالفعل وقعت وحسيت بالدوار وما كنت أضبط نفسي. طيب هسه هذا مثال، بعدين تبين أنه مو مهم هذا الشيء، يعني مو خطر. الكرة الأرضية نفس الشيء، يحتاج إلى من يعدل هذه الحركة الشديدة الموجودة طيلة اليوم والنهار، نهار والليل. من يعدل هذه الحركة؟ في الإنسان هذا الماء يعدل، ولذلك الموجود الوحيد تقريبا اللي يقدر يمشي على رجلين إحنا البشر، ماذا؟ آدم الدوبا يمشي على رجلين ويعدل نفسه بهذا الماء البسيط الموجود في الأذنين. طيب الكرة الأرضية تحتاج أن تعدل حركتها، هذه الرواسي أي الجبال تعدل هذه الحركة. ليش؟ لأن يقول أن تميد بكم، الميد يعني الميلان من هنا وهناك والاضطراب، يعني أن لا تميد بكم، لأن لا تميد، هاي لا هنا أنا محذوفة. أقرأ الآية مرة أخرى ملتفتين إلى الآية، وألقى يعني من؟ الله سبحانه وتعالى في الأرض. احنا نروح الى الجبال نتونس من ندري شنو العظمة الموجودة، واكو نظام خاص لهذه الجبال، مو قطرة صايرها، سلسلة جبال هاي المنطقة، سلسلة جبال تلك المنطقة، سلسلة يعني بنظام فيزيائي متقن محكم احكمها رب العالمين بطريقة مرتبة. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، يعني أن لا تميد بكم، هذه لا محذوفة هنا.
احنا مرتاحين قاعدين، هاي الجبال تحفظنا. خب هذه نعمة أولى في هذه الآية. نعم نعم كثيرة قرأناها الليالي الماضية، وأنهارا بين هذه الجبال تكون الأنهار، كلها نعمة. الآن نحكي حول أنه أكو شح في المياه. طيب إذا المطر ما ينزل، وإذا الذنوب أكو في الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي فلان فلان فلان، وتحبس قطر السماء، ذنوب تحبس قطر السماء، وأنهارا بين هذه الرواسي وسبلا. عادة السبل جمع السبيل يعني الطرق، تأتي في الوديان، هنا جبال هنا جبال، تأتي طرق. بعدين التقنية الجديدة يجي يحفر ما ادري شيء يسوي تونيل، حتى واحد كان يقول هاي التونيلات هم خطرة ترها، لأنه اضطراب يصير في الكون يعني. هسه هذا دا يصير بعد. وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. تهتدون بشنو؟ في طرقكم، في مجيئكم، في رواحكم، في سفركم، في نقل بضائعكم، كل هذا نعم. من خلق هذه النعم؟ من الرواسي الجبال، ومن الأنهار، ومن السبل. لعلكم تهتدون، هنا أنا أكو تفسيرين. تهتدون يعني تهتدون إلى التوحيد، إلى معرفة الله سبحانه وتعالى، إلى عبادة الله، إلى الوصول إلى الكمال. هذا تفسير. والتفسير أقد تهتدون في سبلكم، في طرقكم، في سفركم. بعد من النعم وعلامات وبالنجم هم يهتدون. أكو علامات في الدنيا. شلون علامات؟ عادة كل الطرق وكل السبل وكل الجبال والوديان فيها علامات. القوافل سابقا كانت تهتدي بهذه العلامات. في قصة يوسف حتما تتذكرون أن القافلة التي أتت وصلت إلى هذا البئر الذي أو الجب حسب التعبير القرآني في هذا البئر. هاي العلامات كانت للسفر، أنه يدري أبو القافلة رئيس القافلة يدري هنا مثلا أكو مرتع، هنا أكو مي، هنا أكو بير. قال لهم هذا البير ما يفيد. ليش؟ لأنه أنا أعرفه هذا بير مالح. هذا علامة كان للطريق إلى مصر، من كنعان إلى مصر. فمن شدة العطش، إذا ما أريد أشرح قضية يوسف، من شدة العطش واحد من الجماعة قال من المسافرين قال خلي نشوف يمكن بي شوية ماي حلو يعني نشربه. راحوا عندما أرسلوا الدلو إجا ماي صافي. أبو القافلة قال عجيب، أنا سنوات أجي من هنا وأروح، هذا البير مالح لا يشرب مج. قالوا الآن خطلع ماي حلو. مرة ثانية يوسف علق وإجا فوق. الله يغير بعد. فهذه علامة كانت. النجوم أيضا علامات، النجوم في السفر علامات أيضا، للقبلة أيضا علامات. إحنا درسنا في شرح اللمعة، سماحة السيد يذكر أنه في شرح اللمعة كتاب فقهي كنا نقرأ أول الدراسة عن القبلة، هناك درسنا أنه أي النجوم هذه كيف نستدل بها على القبلة، هذه أيضا علامات. السفن سابقا وإلى الآن يمكن يستدلون، هسه صايرة بوصلة وما يصير انترنت يمكن شوية أريح صاير، ولكن قبل السفن كانت تهتدي بالنجوم حتى لا تضيع في البحار وفي المحيطات. وعلامات يعني خلقنا لكم علامات، جعلنا لكم علامات، وبالنجم هم يهتدون. خب هنا أنا أكو بحث. إحنا دائما أسلوبنا في التفسير شنو كان؟ اللغة، التفسير من القرآن بالقرآن ومن العترة. هذا أسلوبنا من أول سنة اللي بدأنا وياكم واشترطنا وياكم. وطبعا الفقهاء دلونا على هذا التفسير، مو من عدي مطلع،
لأن الله سبحانه وتعالى أودع علينا كتابا ورسولا وأئمة حتى نستدل بالأشياء اللي ما نفهمها. بعض الآيات كما قرأنا الآن واضحة، تفسيرها واضح، الله ألقى في الأرض واسع، خب صحيح، ليش؟ حتى لا تميد بكم، واضح، أنهار واضحة، سبل واضحة، علامات كما شرحنا وبالنجم هم يهتدون، كلها واضحة. هذا يسمى التفسير. التأويل شنو؟ كما نكرر دائما، التأويل باطن القرآن. القرآن له ظهر وله بطن، وللبطن بطن إلى 70 بطن. هذا مو شغلنا بعد، ولا شغل أكبر فقيه بصراحة. إذا أكبر فقيه يجي يقول لك أنا من عندي هكذا أؤول هذه الآية، نقول له شيخنا سيدنا بارك الله فيك، أنت مو شغلك هذا، فقط شغل الرسول والأئمة عليهم السلام. أحاديث، روايات معتبرة إذا أتت إلينا في كتبنا المعتبرة ورجالها صحيح نقبله. من هذه الروايات حول هذه الآية، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. بالنجم يهتدون بشنو؟ في سفرهم في المحيطات، في السفن، حتى الطائرات يمكن تستدل. ولكن بطن هذه الآية عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أتيت إليكم بكم حديث، واحد من الإمام الصادق وكرره الإمام الرضا صلوات الله عليه، رزقنا الله زيارتهم. النجم وعلامات وبالنجم هم يهتدون. النجم نهتدي به في سفرنا في البحار، في الجبال، في الطرق، في السبل، ولكن النجم الحقيقي الذي نهتدي به في حياتنا هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. نكرر دائما حتى لا واحد يقول مثلا هذا من عندنا يفسر، تدري الآن بعد يدورون. بلي، عن الإمام الرضا والإمام الصادق، نفس متن نفس العبارة، عن الإمامين: النجم رسول الله صلى الله عليه وآله، والعلامات الأئمة عليهم السلام. نرجع إلى الآية: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون، وعلامات، يعني جعلنا لكم علامات، وبالنجم هم يهتدون. الناس تهتدي بالنجم لسفرها، ما يخالف؟ هذا التفسير. أما تأويل هذه الآية، وبالنجم يعني برسول الله يهتدي الناس. علامات شنو؟ علامات كل معلم، علامة تدلنا على الطريق الصحيح. وعلامات يعني الأئمة. في رواية أخرى عن الرضا عليه السلام، يوم قاعد الرسول مع أمير المؤمنين والأصحاب قاعدين، الرضا سلام الله عليه ينقل هذا الحديث، يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لعلي عليه السلام: أنت نجم بني هاشم. اللهم صل على محمد. احنا في الرواية الأولى شنو قلنا؟ قلنا النجم رسول الله. هنا أنا شنو صار؟ علي بن أبي طالب صار نجم. نعم، لأن رسول الله وعلي نفس واحدة. بعدين كرر أو استمر الرسول قال: وأنت يا علي أحد العلامات. يعني أنت مثلي نجم، كما أنني نجم يهتدى بي، أنت نفسي أيضا يهتدى بك. ولكن الأئمة كلهم شنو؟ علامات، وأنت أحد العلامات.
عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: نحن العلامات والنجم رسول الله. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: الصادق ينقل عن الرسول أنه قال: إن الله جعل النجوم أمانا لأهل الأرض. شلون؟ ما ندري إحنا، يمكن العلم اليوم مكتشف هذا الشيء، أن هذه النجوم الموجودة في السماوات أمان لأهل الأرض. وجعل أهل بيتي علي والأئمة وفاطمة الزهراء سلام الله عليها، وجعل أهل بيتي أمانا لأهل الأرض. إحنا الآن نعيش في أمان الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. طيب، هذا من بطن القرآن كما قلنا، مو من ظاهر القرآن، مو من تفسير القرآن. التأويل لا يعلمه كما في الآية إلا الله والراسخون في العلم، والراسخون في العلم محمد وآل محمد. بعدما عدد الله في هذه السورة الرواسي، الأنهار، السبل، النجم، العلامات، بعدين يخاطب المشركين يقول: أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أنتم تعبدون أصنام تصنعونها من الخشب والمدر والحجر والتمر، التمر كانوا يسووه بعدين يأكلوه يجوعون بالنتيجة. خوش الله، استغفر الله ربيته. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ الله الذي خلق كل هذه النعم التي عددها الله في أوائل سورة النحل، أفلا تذكرون؟ يعني ليش متفعل عقلك؟ واليوم أيضا أكو، مع الأسف أنا أتعجب، عندما كنا نسافر أيام شبابنا يسخ، بعد ركننا عند الإمام الرضا عليه السلام، ذاك الأيام جت أروح إلى بعض البلاد ما أجيب أسماء، أستغرب يعني كيف أن البشر في هذا التقدم الحضاري العلمي فلان يعبدون الأصنام في بعض البلاد، وحتى في أوروبا وأمريكا أكو معبد للأصنام، يعني هذه سخافة. بعد طبعا لعلمكم المشركون وحتى اليوم يمكن اللي يعبدون الأصنام ترى ما يقولون هم الخالقون، يقولون هم الشفعاء إلى الله، هم بيدهم تدبير الكون. يعني هذا الصنم اللي أنا أعبده هو يعبده، استغفر الله أنا ما أعبد، اللي يعبده هذا يدبر الشمس والقمر وما شنو. بعضهم كان يعبد الشمس، بعضهم يعبد القمر. خب أكو من ينتفع بهذا، بعد هذول اللي يرتبون هذه الأمور، وأكو من يعبد لا الأصنام ولا الخشب ولا النجم ولا الشمس ولا القمر، يعبد نفسه. هذا أيضا مشكلة. يعبد الكرسي، يعبد المال، يعبد المرأة. طبعا ما يعبد يعني ما خلي الدينار قدامه ويسجد ويركع قدامه، خلا كل هواه وكل أمنيته هذا أيضا نوع من العبادة طبعا، كما في الأحاديث وكما في الآيات أيضا. أفلا تذكرون؟ ليش متفعل؟ ليش متذكر أنه هذا الحكي مو صحيح؟ القرآن عندما نزل الجزيرة العربية وإيران والروم كانت غارقة في الخرافات، إجا القرآن سوى ثورة فكرية ثقافية على كل هذا. طبعا بعضها بقت صحيح وبعضها اندثرت. بعد ما شرح سبحانه وتعالى في أوائل سورة النحل هذه النعم يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. حقيقة هذه النعم اللي نشوفها، الشمس والقمر والبحار والأشجار والغابات والليل والنهار، كل هذه أنهار، سبل، رواسي، كله صحيح، ولكن أكو نعم أصلا خفية لا نعلمها، كل يوم دا يكتشفون أشياء جديدة، مو شكل؟ هذه نعم بالنتيجة، الطاقات الموجودة في الكون.
وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. حقيقة هذه، مو في التعبير أدبي، يعني مثل ما واحد يبالغ يقول مثلا إيش قاعد أنا سويت خير إلك، لا، كل ما تريد أن تحصي إحصاء دقيق لا يمكن. وأعظم النعم كما شرحنا في الليلة الماضية نعمة الهداية إلى معرفة الله ومعرفة رسول الله وآله، يعني محمد وآل محمد. أكو السيد في مشهد المقدسة، أنا أحضر دروسه أستفيد منه، في اليوم قال لي أعظم سورة في القرآن شنو؟ قلت المعروف سورة الحمد. قال صحيح، نقرأها في صلواتنا دائما. قال من أول سورة الحمد إلى آخره فقط أكو في الدعاء، غير ماكو. قلت له إيه صحيح. قال معنى ذلك أن أهم شيء تركض وراه، كان ينصحني يعني تركض وراه تدور عليه هاي النعمة. قلت له صحيح، إياك نعبد وإياك نستعين. شو تقول بعدين؟ اهدنا الصراط المستقيم، صراط علي، صراط محمد وآل محمد. هذا معناته أهم نعمة هذه. الله يعدد، ألقى في الأرض رواسي، أنهار، سبل، ما أدري، نجوم، كله صحيح. ولكن الليلة الماضية قرأنا وعلى الله قصد السبيل، يعني الله أهدانا إلى السبيل الصحيح، لا يكون ننحرف. أنا أوجه خطابي إلى الشباب وإلى من يسمعني، الأوضاع مو زينة، ما لي شغل بالسياسة، حروب، اقتصاد، لا هذا ما أقول هذا الشيء، مو شغلي يعني ولا شغلكم، اتكلوا على الله سبحانه وتعالى، نسأل الله الأمان لكل بلادنا. ولكن الوضع مو زين من الناحية الفكرية، من الناحية الثقافية، من الناحية العقائدية، من الناحية الدينية. أكو أشياء إحنا رجال الدين أكثر نسمعها لأنه شغلنا، هذا بعد يجون عندنا قضايا تطرح. الوضع الثقافي في بلادنا، كل بلادنا، ما علينا بالبلاد برا، نحن المسلمين شيعة وسنة، وضع مو زين. آباؤنا وأمهاتنا، هذه ما لها ربط بالش اسمها، أريد قريز أسوي يعني في موعظة لي. آباؤنا وأمهاتنا تعبوا إلى أن أوصلونا إلى هذه المجالس، إلى القرآن، إلى الحديث، إلى الورع، التقوى، زيارة الأئمة، الحب في الله، الصدقة، عون الفقراء. هذه ثقافة، بعد ثقافة ثقفنا فيها بعد. طيب إحنا شنو تكليفنا بالنسبة إلى شبابنا؟ فتيات وفتيان، يجب أن نوصل هذه الأمانة التي أودعوها على عواتقنا وأكتافنا إلى الجيل الصاعد. أنا لما أشوف أب جايب ابنه إلى المجلس، مو هذا المجلس، أي مجلس، أي زيارة، مشاية الأربعين، أخذوا الأولاد وياكم، حتى إذا لعبوا بالمجالس وخربطوا شوي ما يخالف، أخذوهم إلى هذه المجالس. ليش؟ لأنه أخذونا حتى بقينا، ونحن يجب أن نأخذهم باللطف، بالإقناع، نوديهم إلى هذه المجالس، إلى العتبات المقدسة، إلى الزيارات، إلى 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 آخره. لأنه الوضع ترى مو زين. الأمهات يمكن يسمعنا على عبر الأثير، أنه ديروا بالكم على البنات، على أولادكم، بالتي هي أحسن، بالموعظة الحسنة، ديروا بالكم ترى الوضع مو زين. نحن ننذر لأنه أنذرونا، وإحنا لازم نوصل هذا الإنذار إلى الجيل الذي يأتي. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصها، من النعم نعمة الهداية التي هي كبرى النعم،
أكبر من كل النعم. أتى إلى الإمام الصادق فلان، الراوي يقول أتيت إليه قلت له سيدي أنا فقير، قال أنت مو فقير. أنا فقير ما عندي شيء، ما عندي شيء بجيبي حتى أروح. قال أنت مو فقير. قال له شلون؟ قال هل أنت تعتقد بالدين بالإسلام بالقرآن بالولاية؟ قال نعم. قال فأنت مو فقير. إذا أعطوك كل الدنيا تترك هذا الغنى الذي عندك، هذا رأس المال اللي عندك، رأس المال الولاية للنبي وآله؟ قال لا ما أترك. قال فأنت غني. هذه الثقافة التي يجب أن نزود بها أولادنا. نرجع إلى كلامنا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. بمغفرته ورحمته أعطانا وستر علينا، وإحنا ما نشكر بس الشمس تطلع كل يوم، إحنا ما نشكر المياه تأتي، المطر ينزل، النعم موجودة. لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. هذه أيضا نوع من الإنذار يا كفار قريش، لأن الخطاب كان لكفار قريش، ترى إحنا نعرف شنو أنتوا تسرون في سركم وفي علنكم. أيضا يمكن هو إنذار إلنا أيضا، إحنا اللي نعمل نعبد نحج نزكي نخمس إلى آخره، نعمل الخيرات، هل هذه النية طيبة أم لا أو مو طيبة؟ نعلم علنكم وسركم، والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. حتى الأصنام مخلوقة لله، الخشب اللي صنعوا منه الصنم أيضا مخلوق لله. يقول والذين يدعون من دون الله يعني الأصنام لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، هم أيضا مخلوقين، أموات غير أحياء. الله الذي يعبد يجب أن يكون حي. شوف هذه أدلة كلها لتوحيد الله سبحانه وتعالى اللي قريناها من أول ليلة إلى الآن، تركيز على توحيد الله. خلق السماوات، خلق الموجودات، الخالقية، من خلق هذه الموجودات؟ الله سبحانه وتعالى. إعطاء النعم من الله، أنا كاتبها خمس أشياء من أول السورة إلى الآن قرينا. خلق الموجودات، خلقنا ذرأنا قرينا. إعطاء النعم، أعطينا لكم هذه النعمة، هاي النعمة كلها من الله، فخالقية وإعطاء نعم وعلم. الله والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. الخالق الذي يعبد يجب أن يكون عالما بكل شيء. هذه علم الله مشكلة ترى لنا. مشكلة شنو يعني؟ أنا كل لحظة لازم أشوف أنه أنا في حضرة الله سبحانه وتعالى. الله يرى ويسمع، بمعنى يعلم، يرى مو بالعين، يسمع مو بالأذن. كل كلمة في القرآن إجا سميع أو بصير معناته عليم، هذا خلوه في بالكم، سميع بصير كل هذا ينقلب إلى العليم، هذا في العقائد احنا قريناه. فالعلم أيضا صفة للخالقية، خالقية وإعطاء النعم وعليم. بعدين حياة، يقول والذين أموات غير أحياء. المعبود يجب أن يكون حيا، مو أنه ميت ما إلى حياة أصلا، الصلاة ما إلى حياة. وما يشعرون أيان يبعثون، هذه صفة خامسة، يعني أصلا هذا اللي تعبده ميت ما يدري أنه متى يبعث، متى ينتهي أمده، يجمع عنده. بعد ذلك يقول إلهكم إله واحد. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة، القلوب تنكر الحقائق، وهم مستكبرون، إلى آخر الآيات. هذه وهم مستكبرون المصيبة الكبرى في الحياة، الكبرياء.
التكبر. أول من تكبر هو إبليس لعنة الله عليه. اليوم شفت رواية أن الإمام الحسين سلام الله عليه يوم من الأيام كان يمشي في أزقة المدينة، شاف عدة من الفقراء فارشين سفرة بس بالطريق، يعني الشكل فارشين سفرة دا يأكلون. واحد من الفقراء قال: يا ابن رسول الله. قال: نعم. وألقى إليه كسرة، في الحديث الشكل كسرة يعني قطعة من الخبز يسموه كسرة، وألقى إلى الحسين كسرة. الإمام الحسين قال: نعم. قال الولد اللي ألقى الكسرة قال: يا ابن رسول الله اجلس أكل ويانا. بس احنا نسويها؟ يقول: لا، أنا آية الله ما يصير. ألقى إليه كسرة فجلس الحسين بأبي وأمي، جلس مع الفقراء على الأرض وأكل معهم. هذا التعليم. التكبر أولى المنافذ للشيطان، اللي ما يقبل الحقائق الكونية الحقائق الدينية هذا من الاستكبار. ويسأل الله أنه هذا الصفة الخبيثة تروح من عندنا. احنا ما عندنا شوية ترى. أنا أقول عن نفسي هسه، عندنا بدون مجاملة عندنا نوع، فيجب أن نربي أنفسنا عن الابتعاد، على الابتعاد من الكبرياء، لأنه يجب أن نعرف الحقائق. الحقائق ما تجي إلا بالتواضع. خب، الموعظة الأخيرة كعادتنا في كل ليلة، الليلة أيضا عن عيسى بن مريم سلام الله عليهما. عيسى عليه السلام كما قلت لكم كان شديدا مع بني إسرائيل. بني إسرائيل هو سووا مشاكل بعد موسى، قتلوا الأنبياء، سفكوا الدماء، استولوا على الأموال الناس ظلما وعدوانا، حرفوا الكتاب، حرفوا التوراة. طبعا بعضهم كانوا زينين، احنا ما ننكر أن اليهود أمة أغلبهم عملوا هذه الأعمال اللي عيسى بعدين ظهر وبعث من قبل الله سبحانه وتعالى وبدأ يهديهم. ولذلك إن كان خطبه موجودة في كتبنا أيضا، يعني كتبنا زاخرة بخطب ومواعظ عيسى بن مريم، منها هذا. يقول: بحق أقول لكم، بحق أقول لكم، يعني مو قوترة دا أحكي، دا أحكي حقيقة لكم واقع. بحق أقول لكم إن كل الناس يبصر النجوم. بمناسبة النجوم جبت هذا، إن كل الناس يبصر النجوم. الآن أنت أطلع برا، مد رأسك إلى عينك إلى السماء تبصر النجوم، خاصة في الصحراء. إن كل الناس يبصر النجوم ولكن لا يهتدي بها. أكو ناس فقط يعرفون النجوم، رئيس القافلة بالصحراء يعرف، ربان السفينة يعرف، مثلا الآن الطيارين يعرفون، هذول عندهم علم للنجوم. ولكن لا يهتدي بها إلا من يعرف مجاريها. شوف الكلمة ذاك اليوم عيسى دا يقول مجاريها، يعني كل هذه النجوم لها مجاري تجري، شلون النهر الماء يمشي بالنهر، يعني كل هذه النجوم مراكدة كلها متحركة بعكس ما كان الفلكيون السابقون يقولون ثابتة. إلا من يعرف مجاريها ومنازلها، كل واحدة لها منزل في الفضاء في الكون، حتى المجرات لها منازل. وكذلك تدرسون الحكمة. وكانوا يجون عند عيسى يقولون احنا نريد ندرس الحكمة، حوزة علمية كان عنده بعد. تدرسون الحكمة، الحكمة يعني القول الحكيم، المواعظ الذي يعرفكم على الله، هذا يسموه الحكمة. وكذلك تدرسون الحكمة ولكن لا يهتدي لها منكم إلا من عمل بها. احنا هي نحكي نحكي نحكي، إذا ما نعمل بما نتكلم، بما ندعي، بما نبلغ، وش معناته؟ إنه ما وصلنا إلى الحكمة. لا يهتدي لها منكم إلا من عمل بها
ويلكم يا عبيد الدنيا. شوف الكلمة شقد شديدة، كان يهزهم، تهزهم هاي الكلمة. ويلكم يا عبيد الدنيا نقوا القمح. عادة عيسى كان يجيب أمثلة من واقع الإنسان، من اللي يعايشه يعني. ذاك اليوم القمح يأخذوه ينقوه حسب تعبيرنا، تنقية القمح، لأن بي وساخة مثلا، بعدين يطيبوه، بعدين يدقوه بالطحن، بعدين يأكلوه، يعني يطبخون يأكلوه، مو شكل. يقول ويلكم يا عبيد الدنيا نقوا القمح. يمثلهم، يمثل الأفكار بالقمح. نقوا القمح وطيبوه وأدقوا طحنه. الطحن يدق على القمح بشكل قوي، أدقوا طحنه تجدوا طعمه. الخبز اللي تجد طعمه شنو؟ الخبز اللي انت منقي الحنطة الزينة، بعدين وديته للمطحنة، دققت في الطحن، طيبته، بعدين خبزته، تجدوا طعمه. ويهنئكم أكله، يعني عندما تاكله شوفه هنيء مريء. الخبز الجيد ترى هواية أفضل الأكلات الخبز، إذا كان خبز أصلي طبعا، مو هذا الخبز اللي تغير. خب هذا يمثل، بعدين يقول كذلك فأخلص الإيمان. نحن إن شاء الله مؤمنون صح، شيئين لازم نسوي. أولا نسأل الله أن يحسن عاقبتنا. حقيقة هذا أفضل دعاء بعد دعاء تعجيل الفرج، ادعوا لأنفسكم وأهليكم وذويكم حسن العاقبة. الوضع مو زين قلت لكم، حسن العاقبة. بعدين شنو؟ إخلاص الإيمان، يعني لنروح للدعاية للسمعة للمادري اسم. واحد يقول لي من أصدقائي يقول ليش أنت عن المؤسسة ما تكتب ما تنشر ما أدري مقابلات. قلت بابا أدري أنه إذا أسوي هذا الشيء فلوسه يجي أكثر، صحيح، ولكن شوي شوي بالي يعني يأتي العجب بعد. اي والله شوي شوي واحد يتغير. إخلاص الإيمان. يقول عيسى عليه السلام كذلك مثل الحنطة اللي أنتوا تدققون به، كذلك فأخلصوا الإيمان وأكملوه تجدوا حلاوته. الإيمان حلو، العبادة حلوة، التقرب إلى الله حلو، بس بعض الوقت أنا عن نفسي أقول ما أجد حلاوة العبادة. شنو صاير؟ صاير في شيء، في خلل صاير في نفسي. فأخلصوا الإيمان وأكملوه تجدوا حلاوته وينفعه وينفعكم غبه. غبه يعني عاقبته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بحسن العاقبة والإخلاص في الإيمان والعمل. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصحا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآل محمد. الله 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 سبحان الله 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 الله.